أن نهنئ ولدنا الرجل الرياضي أخوي ناصر بن غانم الخليفي بعد 4 سنوات من التهم وتلفيق الاتهامات. المحكمة السويسرية تحكم رسميا براءة ناصر بن غانم الخليفي. أنا اعتبرت اليوم حكم المحكمة هو انتصار للنزاهة، وهو انتصار لجميع الرياضيين والقادة الرياضيين ومن يعملون في هذا المجال كمثل ناصر بن غانم الخليفي اللي يشتغل منذ سنوات للارتقاء بعمله وبالمنظومة والكيان اللي هو ينتمي له. هناك من يحاول دائما أن يرمي هذه الشجرة المثمرة لينال من ناصر غانم الخليفي اللي دعوة زوايد منهم. أبو غانم ألف ألف مبروك يا أخوي حكم المحكمة. ما راح أقول لك مبروك البراءة لأن أنت في عيوننا بريء من أول يوم، أنت أبيض وجه لله الحمد. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، ومسا عليك أخوي خالد وعلى ضيوفك الكرام في المجلس الكريم، وأبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم لك الحمد والشكر يا رب على هذه النعمة وعلى هذا الانتصار، ليس لناصر لكن لقطر وأهل قطر. وأنا الأمانة يعني أخوي خالد أنا بتكلم اليوم من قلبي الأمانة، أن حسيت شيء عمري ما حسيته، حسيت أهل قطر كلهم مع ناصر. ناصر ما يمثل نفسه، يمثل أهل قطر، وهذه صراحة دعواتهم وتكاتف الجميع الأمانة. اليوم الظروف اللي تمر فيه بلدنا تكاتف الجميع مع حكومتنا الرشيدة، مع خطط صاحب سمو الأمير البلاد المفدى وحكومتنا الرشيدة، فهذا يعني ليس غريب على أهل قطر الأمانة. فهذا تعلمنا عليه، تربينا عليه وشربناه، وإحنا يوم نشرب الحليب. فاللهم لك الحمد على هذه النعمة. طلعت اليوم المزاهة، طلع قرار المحكمة السويسرية بالبراءة. أنا الحمد لله اللهم لك الحمد، عمري ما شكيت أن يوم الأيام راح المحكمة تحكم علي بأي عقوبة. نفس عندنا بعض الجيران الله ياخذ حقنا إن شاء الله منهم. فبالعكس احنا انا كنت دائما مركز في عملنا في جهتنا بان احنا نطلع القرار الصحيح. والمحامين عندي لمان الدفاع، فريق الدفاع عندي من المحامين يعني قدموا كل الاوراق لتثبت ان ناصر لم يعمل شيء خطا، ناصر لم يعمل شيء غير قانوني. واليوم هذا اعتقد انتصار لقطر، اللهم لك الحمد. وان شاء الله نكمل مشوارنا اخوي خالد بكل المجالات اللي احنا نمثل فيها حكومتنا ان شاء الله باذن الله. وعلى يعني حتى اليوم العقد اللي تكلموا عليه كانوا يريدون يضمون العقد مع 2022، مع انه ليس له دخل بهذا الموضوع ابدا. حقوق التلفزيونيه 2026 2030، الحمد لله الاتحاد الدولي اكد، وايضا المحاكم والقضاء أكدوا أن هذا أصلا القرار أو العقد هذا سليم، ولا في أي شك من هذا الكلام اللي يدعونه بعض الحاسدين والحقاد. وأنا أيضا نتطلع بشغف لكأس العالم 2022 بإذن الله في بلادنا الحبيبة بإذن الله، وكلنا إن شاء الله كلنا على شغف وعلى اطلاع إن شاء الله بأنه بيكون أفضل كأس عالم في تاريخ كأس العالم بإذن الله. بإذن الله. أبو غانم اشرح لنا شو اللي صار بالضبط من أول يوم الفاق التهمة في ناصر بن غانم الخليفي. 4 سنين يعني، مش يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين. والله هذه أخوي خالد مثل ما شفت تشويه سمعة من 4 سنوات، هم يشوون سمعات، وكنت متعاون مع الادعاء العام، كل ما يطلبوني كنت أروح واستجب معاهم، ومعنا مع المشاغل وكذا، وكنت أكد بأنه معنا المحامي قال ممكن أنك ما تجي، قلت لا لازم أنا بروح بنفسي وأكد بأن أنا ما عندي شيء أصلا أخذي ولا عندي شيء يعني أن نحطه وراء ظهورنا أو أن نخذي هالشيء. ولكن الحمد لله أعتقد أن أثبتنا بأن ما في أي غلط. كل التهم كل يوم تطلع يعني من التهم، بداية التهم أخوي خالد أكثر من تهمة، كل يوم تسقط واحدة تسقط الثانية اللي بعدها. فالله ملك الحمد احنا عارفين أن الأمور كحقوق تلفزيونية بدينا بالجزيرة الرياضية في 2003، بدينا الله ملك الحمد بنظافة بنزاهة
ناخذ الحقوق على 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 فوق الطاوله ولم نتعلم اي شيء غير ذلك. فطبعا ما عندك انت تعرف يعني انا لا اريد ان ادخل في هذا المجال لان لا احب اتكلم في هذا المجال، احنا نتكلم بعملنا ان شاء الله ونتائجنا اخوي خالد، ونخلي الثاني الفقاد والحساد يتكلمون ويخططون ويدبرون، ولكن احنا باذن الله نعمل ونخدم لمصلحه بلدنا، وكلنا جنود لهذا الوطن، كلنا جنود لحضره صاحب سمو امير البلاد المفدى، وكلنا باذن الله لاخر يوم في حياتنا راح نؤدي ونعمل، ولن احد يستطيع ان يقف بامامنا ولا بعمل اللي صالح دولتنا الحديث. زي ابو غانم، في شهر فبراير الماضي طلعت براءتك الرسميه، ليش سووا عليها ليش رجعوا مره ثانيه الى اليوم؟ هو اخوي خالد المدعي العام رفع الملف في شهر 3 وانت صادق، في شهر مارس القاضي رجع لهم، رجع للمدعي قال لا توجد قضيه هنا. نعم. ما في اي شيء، فعند المدعي العام لديه بالاجراء القانوني 10 ايام حتى يرد، فبدا يحط يمين يسار يلف يحاول يعني يعدل ويلف. بنشوف اليوم ما في قضيه، ولكن راح نشوف احنا الموضوع. اللهم لك الحمد، اليوم حكم بان لا توجد قضيه، ناصر الحمد لله لم يرتكب اي خطا قانوني في اي من المجالات، لا في حقوق لا في كل الكلام، هذه كلها كلام كاذب، والله لك الحمد احمد ربي مره ثانيه. ابو غانم، الخطوه الجايه لك انت، يعني لما يشوفون سمعتك المفروض بعد ما تسكت، المفروض ان المحامين عندك يردون لك اعتبارك. هذه اجراءات قانونيه، وانا اهم شيء اللي انا يعني انا اكيد هناك يعني كان تشويه سمعه في يعني لو تشوف الجرايد والمجلات كذا، يعني كان على وجه كبير، ولكن الحمد لله الكل والله يا اخوي خالد في اي مكان امشي في قطر برا، دعوات الناس، دعوات اهل قطر، دعوات محبين لقطر واهل قطر خارج قطر، والله في اي مكان امشي اللهم لك الحمد، هذه المحبه الحمد لله تعلمنا منها من شيوخنا ومن حضره صاحب سمو امير البلاد فده شيء، والامير الوالد الله يحفظه ويطول بعمره، فالكل وشيوخنا كلهم الكرام صراحه ان تعلمنا منهم هذا الشيء، احنا الحمد لله وين ما نمشي الناس تحبنا تعزمنا، يعني هذه يا اخوي خالد صدقني هذه نعمه من رب العالمين، فالحمد لله رب العالمين. فاليوم احنا انتهينا ان شاء الله من الموضوع، وان شاء الله احنا بالعكس مركزين على العمل، عندنا مشاريع اخرى، فرايحين نكمل المشوار باذن الله المستقبل باذن الله. ابو غانم، اليوم القضاء السويسري اغلق الملف نهائيا، واعتقد هذه ما صارت حاله استثنائيه في القضاء السويسري اذا ما خاب ظني، اذا تصلح لي. نعم، على حسب القانونيين نعم، اليوم طبعا القضاء السويسري يعني اغلق الموضوع وطلعنا الله ملك الحمد براءه من هالموضوع، انا اعرف الحمد لله ثقه برب العالمين وثقه بالموضوع نفسه ما ناصر لم يعمل أي شيء خطأ، فالحمد لله أغلق الموضوع. نعم أخوي خالد. أبو غانم، حاليا الاتجاه القادم إن شاء الله إلى أنك أنت تركز على عملك وتطوير الرياضة مثل ما تصرحت أنت حق الصحافة العالمية. نعم أكيد أخوي خالد، عندنا مشاريع طبعا بي إن من ناحية كمؤسسة بي إن الإعلامية، وأيضا النادي طبعا عندنا مشاريع كثيرة مع الاتحاد الاوروبي، عندنا مشاكل الاوروبيه اشتغل يعني انا والله معاهم يعني مع رئيس الاتحاد الاوروبي ورئيس رابطه الانديه الاوروبيه، ان شاء الله الله يقدرنا نقدم اللي نقدر عليه اخوي خالد ونكون مساهمين في هذا المجال تطوير كره القدم على قد ما نقدر باذن الله، واحنا بالعكس انا اليوم ناصر مره اخرى اخوي خالد ما يمثل نفسه، ناصر يمثل قطر واهل قطر الطيبين الكرام. خير من يمثلنا يا ابو غانم. الله يرحمه ويعليك زود يا اخوانك في مجلس قناه الكاس يسلمون عليك. الله يسلمهم ويبارك لهم، الله يرحم والديك، وهذه انجاز لهم كلهم وتبرئه لهم كلهم، والله لك الحمد، سلم عليهم الله يبارك فيك. ومبروك فوز العربي. اي تعال بقول لك مبروك صدق. انا ما ادري يا اخوي خالد، لا انا بالعكس الانديه كلهم ترى انديتي انا لعبت العربي واكيد انا عرباوي، ولكن الانديه كلهم انديتنا وبالعكس يشرفونا ونفتخر فيهم كلهم.
ولا دخلنا الله يرحم والديكم بالانديه الله يسلمك. لا بس بغانم يعني مع انشغالك في المحكمه وذي ركزت مبروك العربي ها؟ اي والله يا اخي تابع اليوم المباراه صراحه تابعتها مع النهايه بس كنت والله ناوي اروح يا اخوي خالد بس ما قدرت بالنهايه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله اخوك ولد عمك يبي يسلم عليك. مرحبا يا ابو غانم مساك الله بالخير. ابو محمد مساك الله بالنور يا ابو محمد. بالمبارك الانتصار انتصار الحقيقي حقيقه. يعني شرفت كل ابناء اهل قطر واحنا كنا واثقين ايضا من براءتك لان واضح ان 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 يعني صحيح الدعاء العام هناك سويسري واجنبي لكن ايضا كان في تسييس لدوله قطر وخاصه الاعلام الاصفر اللي يغيرون الحقائق ويغيرون المداولات والمرافعات كلها يغيرونها سلبيه في ضدك. مره قالوا ناصر اعترف ومره قالوا فالكي اعترف واثنيناتهم كذا وقصص طويله. يعني الله يعينك عليه على الاربع سنوات هذه في القيل والقال من الاعلام الاصفر اخزاهم الله خاصه اعلام الدول الحصار. ولكن انتصارك حقيقه يشرفنا واحنا كنا واثقين من 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 انتصارك لان هي ايضا يعني القضيه بعيده عن كاس العالم وملف كاس العالم وتنظيم كاس العالم هي بين بين سبورت وشراء حقوق شكل ما تفضلت كاس العالم 26 و30 وهذا حق يعني مشروع لكل وسائل الاعلام هي في النهايه مناقصه وعرض وطلب وبين سبورت الان اصبحت شبكه عملاقه رائده على مستوى الاعلام العالمي مش الاعلام المحلي او الشرق الاوسط. فحقيقه نهنيك شرفتنا احنا فخورين بك ومزيد من انتصارات الان رب ضاره نافعه. انا اعتقد الان اسمك حيزيد لمعان مش في قطر ولا في الدول العربيه حتى على المستوى الاوروبي. لا تنسى انك انت عضو في المكتب التنفيذي في رابطة الدوري في الاتحاد الاوروبي. فانا اعتقد ان نعم فان شاء الله اسمك بيكون يعني كبير في 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 اوروبا لان هم عارفين ان القفزه اللي قفزت بها لفريق باريس سان جيرمان الان باريس سان جيرمان اصبح يعني اسمه دائما يتردد مثل برشلونه مثل ريال مدريد مثل بايرن ميونخ. فيعني هنيئا لك بالقفزات الكبيره الاداريه والفنيه وشبكه الاعلام البي ان سبورت العالميه. فاحنا فرحانين قدر فرحك واكثر والجميع هنا فرحان صراحه. ومبارك للوالد غانم بن عبد الله الخليفي الله يعطيه الصحه والعافيه اللي متابعك وحارس على نجاحك وسعيد بنجاحك. فمبروك الف مبروك يا ابو غانم. الله يرحم والديك ابو محمد ويجزيك خير وهذا كلام انا اكثر من اللي استحقه وعلى كلامك الله يبارك فيك ان الاعلام الاصفر انا اسمي الاعلام الاسود اللي طلع اصلا هو اللي خسر لانه في النهايه طلع فقد مصداقيته وفقد مصداقيته من زمان فيأكد ان ليس له مصداقيه اصلا في الاعلام والناس اصلا لا تتابعه ولا تصدقه. فبالعكس الحقيقه دائما تطلع اخوي ابو محمد وان شاء الله والف شكر على الكلام الطيب لاكثر اللي استحقه. بغانم الشيء بالشيء يذكر تصدق حتى الان حتى اللحظه بعض المواقع والمحطات الرسميه يعني ما تقول ناصر بره من القضاء السويسري حتى الان يعني يدينونك يعني قضاء يعني حقيقه اذا الله اراد ان يعميهم الله يعميهم حقيقه. والله يا ابو محمد اقسم بالله فوجئنا حقيقه يعني ما عرفوا كلمه بره بال بقول لك شيء يا ابو محمد اقسم بالله اني لا اقرا ولا اطلع على اعلامهم ولا عندي وقت ان اطلع لان اعلام كاذب فاسد. فالواحد يعني سبحان الله ما الله الحمد لله يعني منصفين عن هالاعلام ولا عندنا وقت ان نطالعه ويكملونهم في مسيرتهم واحنا نكمل في مسيرتنا باذن الله. نعم. عندنا احنا ان شاء الله امور ان شاء الله نقدر ونحاول ان نكمل فيها باذن الله ويقدرنا على فعل ان شاء الله الخير حق بلدنا ووطننا واهلنا هنا في قطر باذن الله. الله يبارك فيك ان شاء الله يا رب. مشكور يا ابو غانم. مشكورين يا جماعه. ابو غانم مع السلامه. حد يرحم والديك. ابو غانم مع السلامه اخوي. مبروك 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 فوز العربي. الله يبارك فيك. مع السلامه.